فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فإنه ذم لمن يكون حاله حالهم إلى يوم القيامة، كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ عن الله، وهذا مذهب عامة المسلمين. خذتم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم، وخذتم هذا خطاب للذين كانوا معاصرين لنزول الوحي. القرآن الكريم خطاب لهم، وهو يشمل كل من جاء بعدهم، يشمل كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. قال: وهذا مذهب عامة المسلمين. ثم فصل. نعم، أن الفعل الماضي يستمر في كل من اتصف به إلى يوم القيامة، وليس هو في قوم مضوا وانقضوا وانتهت أيامهم.